مرحبا بيكم في المحاضرة الثالثة من مادة بايوميكاترونكس. المحاضرة دي بإذن الله هنتكلم على شابتر جديد بيمثل لنا السنسورز اللي بيتم استخدامها في مجال البايوميكاترونكس. احنا عندنا السنسورز زي ما خدنا في الميكاترونكس قبل كده، ان احنا بنقوم بقياسات لمجموعة variables موجودة في الطبيعة. بالنسبة لمفهوم البيوميكاترونيكس بالنسبة لنا، هذه المتغيرات اللي احنا بنقوم بقياسها بتنشأ من الكائن البيولوجي نفسه، من البيولوجيكال اورجانيزم، او ما يعادله من associated prosthesis اللي هو يشمل الاعضاء التكميلية اللي انا بدوري كمهندس ميكاترونيكس اقدر اعمل عملية تعويض لعضو مثلا فقد وبمثله، وعملية القياس داخل هذا العضو اللي نشأ من خلال التصميم الميكاترونيكس أقوم بعدة قياسات فيه. يبقى أنا بستخدم هنا السنسورز إما من خلال البيولوجيكال أورجانيزم بشكل مباشر أو من خلال العضو التكميلي أو التعويضي اللي بيتم تصميمه من خلال مهندس البيوميكاترونيكس. هذه القياسات دي زي ما شفنا قبل كده بتشمل يا إما جهد كهربي أو تركيز كيمائي أو ضغط pressure position أو displacement أو تفاضل هذه الـ variables اللي يمثل الـ rate بتاعتهم. طبعا الـ variables اللي أنا بقيسها دي بعمل لها عملية processing في الخطوة التالية، وبقدر أطبق بناء على القيم اللي أنا بقيسها عملية الـ activation اللي هي عملية الضبط أو التفعيل في أي variable تاني يهمني أو أي plant موجودة قدامي. على سبيل المثال حركة الدراع اللي هو يمثل العضو التعويضي، أو على سبيل المثال عملية الكونتراكشن الانقباض في القلب الصناعي لو أنا عامل قلب صناعي، أو عملية الحس الكهربي بالنسبة لقوقعة الأذن لو أنا عامل زراعة لقوقعة الأذن في حالة فقدان السمع على سبيل المثال. في معظم الحالات إن أنا عندي البارامتر اللي أنا بقيسه ده بيتحول لإشارة كهربية بغرض بعد كده ان انا بعمل لها تحليل وبعمل لها بروسيسنج من خلال مجموعة من الاجهزة عندي. ناخد مثال على هذا، عندنا جهاز قياس الضغط اللي هو اسمه سفايكمو مانوميتر، ده اللي بيقيس الضغط، وهذا الجهاز بيستخدم هنا النيوماتكس في عملية القياس. هذا الجهاز على مر الوقت من خلال التطور في الفترة الأخيرة في مجال الإلكترونيات تم استخدام المايكرو بروسيسور لعملية تحليل هذه الضغط الهواء اللي أنا بستخدمه في عملية قياس الضغط، ضغط الدم نفسه. بدل ما أنا كنت قدامي بشوف القراية دي بعيني، أصبح أن أنا أقدر أعمل قياس للنيوماتيك بريشر دوا من خلال المايكرو بروسيسور، وده هيكون أوفر بالنسبة لي وأقدر أشوف القراية دي وأعمل لها بعد كده عملية تحليل أو بروسيسنج فيما بعد. عندنا داخل مجموعة السنسورز الحاجات اللي تهمنا اللي تخص البيوميكاترونيك أبليكيشنز، في ما يسمى بالتاكتايل سينسينج أي عملية استشعار اللمس، إن أنا بحس بالحاجة، بحاول أعمل بالظبط سيميوليشن، بعمل محاكاة لعملية حاسة اللمس اللي موجودة عندي. عملية حاسة اللمس دي بقدر أنا أطبقها تطبيق بشكل مباشر في عملية الأعضاء التعويضية زي اليد على سبيل المثال اللي أنا بعملها في حالة فقدان اليد، وأنا بحتاج في تطبيق مثل هذا عملية التكتايل سينسينج على أساس إن أنا أقدر أخد فيدباك إشارة
حسية هابتيك فيدباك، بحيث إن أنا على سبيل المثال أقدر في بعض التطبيقات الجراحة أو في بعض عمليات الفحص الطبي من خلال الهاند بروتيزز أقدر أميز التلامس ده درجته قد إيه. طبعا وفقا للفيدباك اللي قدامي أنا بستشعر مدى الالتصاق من خلال قياس الستريسز أو اللي هي ترانسفير انتقال الحرارة أو صلادة الأوبجكت نفسه. كل ده بيتم من خلال ما يسمى بالتكتايل سينسينج. لأي أوبجكت أنا بقدر أمسكه عندي أقدر أميز حاجتين بالنسبة لي، في نوعين من عملية تمييز هذا الأوبجكت اللي أنا بمسكه فيه. بقدر أقسم الموضوع ده بشكل هندسي جيومتريك أو داينامومتريك اللي هو بيعتمد على القياسات الديناميكية بتاعتي. بالنسبة للجيومتريك أقدر أنا أميز وجود الأوبجكت ده ومكانه. بالنسبة للإند إفكتور زي ما احنا عارفين نفرة من الروبوتكس، هو الإند إفكتور ده يمثل العنصر الأخير في السلسلة بتاعت الارم بتاعتي. اقدر اميز الشكل، اقدر اميز الدايمنشنز، اقدر اميز طبيعة السطح اللي هي سيرفيس كونديشنز. ده الكلام ده بالنسبة للجيومتريك بروبرتيز بتاعتي. بالنسبة للداينامومتريك بروبرتيز اقدر احدد توزيع الفورس، الفورس ديستريبيوشن، اقدر احدد السليبج اللي هي درجة التزلق، الإلاستيسيتي والهاردنس اللي هي الصلادة والمرونة، كذلك قيمة الاحتكاك. دي بالنسبة لي تمثل الديناموميتريك بارامترز، أما ما سبق هو ممثل بالجيومتريك. أنا عندي هنا في التكتايل سينسينج بيبقى فيه تفاعل ما بين الريجيد أوبجكت على شكل الكورة دوا وما بين الطبقة اللي هي بتتوافق مع الاوبجكت ده اللي بيحصل فيها نوع من التآزر اللي هي الكومبليانس. بقدر انا احدد من خلال اللاير دي، من خلال قيمة العمق اللي حصل اللي هو الانتنتيشن، في بروز حصل للداخل هنا بسبب هذا الاوبجكت. اقدر اميز الكونتاكت ستريس بتاعي من خلال الفورس ديستريبيوشن، بالاضافه ان حاجه تانية اقدر احدد الديفليكشن بروفايل، اقدر احدد قيمه الديفليكشن اللي موجود في الطبقه اللي انا عملت بيها التكتايل سنسينج بتاعي. ودي بتفيد جدا البروفايل ده ان انا اقدر احدد الخواص الهندسية لهذا الأوبجكت بتاعي. بالنسبة للريزيستيف تايل سنسورز، بالنسبة للريزيستيف تايل سنسورز ده النوع الأولاني، أنا بقدر أعمل قياس لعملية اللمس بتاعي من خلال هذه المنظومة. عندي هنا أراي، وفي هذه الأراي مقسمة لمجموعة من الروز ومجموعة من الكولومز، مجموعة من الصفوف ومجموعة من الأعمدة، وما بين كل صف وكل عمود عندي هنا في مقاومة. في حالة ما أنا بطبق فورس هنا بيحصل ديفليكشن في الطبقة اللي موجودة عندي اللي هي ممثلة بالسيليكون رابر، وده بيغير هذا الديفليكشن بيغير في قيمة المقاومة، وبناء عليه بيحصل تغير في فرق الجهد الخارج. أنا عندي وفقا للاري الموجوده دي بعمل ادرس ديكودينج، اي ان انا بيبقى عندي القدره اقدر من خلال
هذا الديكودر ان احدد بالظبط المكان اللي حصل فيه تغير للمقاومه، بيطلع لي هنا على المالتيبلكسر من خلال الاوبريشنال امبليفاير. انا بعمل امبليفيكيشن زي ما احنا شايفين من خلال نسبه المقاومه ار اف على الار ار سي اللي هي المقاومه ما بين الروز والكولومز عندي، واخد القيمه دي كفيدباك من خلالها ببقى انا محدد المكان اللي حصل فيه انضغاط، وبالتالي اقدر استشعر او اقدر امثل حاسه اللمس بتاعتي من خلال هذه المنظومه. يبقى البريشر سنسور الممثل في الريزيستيف او الريزيستيف تكتايل سنسور هو مره تانيه عباره عن مصفوفه. هذه المصفوفه بيبقى فيه طبقتين من السيليكون رابر، انا لما بعمل بشكل اي ضغط من فوق من خلال الاوبجكت بعمل فورس ابلاي فورس، بطبق قوة على هذه السيركلوكون رابر لاير، فده بيسبب لي في النهاية تغير في قيمة المقاومة. قيمة المقاومة دي انا ببقى محددها او بحدد مكان التغير من خلال هذا الديكودر، فببقى عارف المكان. باخد انا الاشارة الموجودة عندي دي وبعمل لها امبليفيكيشن بحيث اعرف قيمة، بحدد انا قيمة القوة اللي هي على السيليكون رابر اريا دي من خلال بتكون بروبورشنال مع قيمة الجهد اللي انا عايزه. النوع الثاني بيبقى نفس الفكرة، لكن بدل ما بستخدم ريزيستنس في الحالة دي بستخدم الكاباسيتنس او بستخدم داي الكتريك ماتيريال ما بين التو لايرز، وعندي بنفس المبدأ عندي مجموعة الروز ومجموعة الكولومز، بطبق هنا اي سي فولتج، ومن خلال المالتيبلكسر ببقى عارف انا اللوكيشن بتاعي فين حصل نقطة الضغط، وباخد القيمة دي بخرجها بره وبقيس انا فرق الجهد. الـ V output هو بالنسبة لي في الحالة دي بيمثل نسبة الـ CRC أي قيمة الكاباسيتنس ما بين الرو والكولوم مقسومة على CD plus CRC، وبهذا الأسلوب أقدر أنا أعمل علاقة مباشرة ما بين قوة الضغط عندي اللي أنا هي دي في الآخر بتمثل لحاسة اللمس نسبة إلى الجهد اللي هو الـ Applied VI اللي أنا بطبقه عندي. عندنا نوع ثالث من التكتايل سنسورز اللي هو البيتزو إلكتريك. بيتزو إلكتريك زي ما شفنا في سابقا في منهج الـ Principles of Mechatronics إن أنا عندي طبيعة السنسور دوا لما انا بطبق قوة عليه اي ديفليكشن بيحصل فيه ده بيغير لي في قيمة التشارج اللي موجودة على السطح بتاع السنسور. التغير في التشارج ده بيسبب تغير في الجهد الخارج، اقدر انا احدد الجهد الخارج من خلال الكيو على سي اللي هي بالنسبة لي الكيو مضروبة في الاتش على ايبسلون اي، حيث ان الـ H هي تمثل الارتفاع الـ height والـ epsilon حيث ان الـ H تمثل الارتفاع الـ height او التخانة الـ thickness بتاعت الـ piezoelectric material، والـ A تمثل الـ surface area والـ epsilon تمثل الـ dielectric constant. يبقى انا في الاخر هنا بحصل ايضا على جهد، هذا الجهد بيكون proportional مع التغير اللي حصل في الـ charge عند أطراف البيتزو إلكتريك ماتيريال بسبب الديفليكشن اللي تم. نوع آخر من التكتايل سنسورز بيعتمد على ما يسمى بالكربون مايكرو كويلز أو CMC. دي الماتيريال دي بيتم خلطها مع سيليكون رابر، وبالتالي اي تغير في الحمل على الطبقة بتاعت السيليكون رابر دي بيؤدي في النهاية ان بيتولد جهد
بيتناسب طرديا مع قيمة الحمل. نوعية السنسور دي بحط لها اكسايتيشن سيجنال اي سي سيجنال، بيتراوح التردد بتاعها ما بين 100 كيلو هرتز و400 كيلو هرتز عشان تدي لي افضل اداء ممكن اقدر استخدمه في قياس القوة المؤثرة على السيليكون رابر لاير دي. في الكيرف اللي قدامنا هنا بيبين كل ما انا بقوم بعملية دمج للكربون مايكرو كويلز جوه الماتيريال دي، كل ما بالنسبة لي السنسيتيفيتي بتاعتي بتزيد مع زيادة الكونسنتريشن بتاعي. هنا بيبدأ من 1%، طبعا الشكل هنا شبه كونستانت، ده ما بقدرش استفيد بيه. هنا عند 10% بيديني الشكل الفانكشن ده. ندخل في الموضوع التالي، عندنا الاوبتيكال كيميكال سنسورز. احنا خلصنا الجزء الخاص بالتكتايل سنسورز اللي بتعتمد على الحس. عندنا دلوقتي الاوبتيكال كيميكال سنسورز. هنا الاوبتيكال كيميكال سنسورز ان ده عملية الحساس، هنا بيعتمد على معرفة بعض المركبات الكيميائية من خلال استخدام مصدر الضوء. هنا مصدر الضوء ده انا بعمله تيونينج عند فريكوانسي معين، هذا الضوء بيتفاعل مع الجزيء اللي انا بختاره. مجرد ما هذا الضوء بيدخل على الميديوم اللي انا عاوز اعمل له استكشاف او قياس، بيبقى فيه فوتو ديتكتور، فيه سنسور تاني بيمتص الضوء عشان يحلل الاوبتيكال سيجنال اللي انا نزلتها، ووفقا للتحليل بتاعي اقدر انا اميز الجزيء الكيميائي ده عبارة عن ايه. عندنا ثلاث طرق، في الموليكول دايركتلي بتتأثر على الاوبتيكال بروبرتيز، على الخواص الضوئية، ودي هنا على سبيل المثال الطريقة اللي بسميها Evanescent Waves or Surface Plasmon. ده هي بتعتمد على قياس الطول الموجي لناتج الضوء، ويشوف مدى التضاؤل اللي حصل، وعلى أساسه بقدر أميز الماتيريال اللي قدامي. or Surface Plasmon بيعتمد أيضا على قياس تضاؤل الضوء بنفس الأسلوب، بشوف الطول الموجي، لكن هنا من الناحية الفنية الكونسبت بيختلف، بيبقى عندي سطح واشوف درجة الانعكاس الضوء من خلال هذا السطح. هذا السطح بتتكون عليه مادة البلازما، وببدأ أنا أشوف من خلال المادة دي مدى تأثيرها على الضوء في الآخر، وبقدر أحدد الماتيريال اللي موجودة على هذا الأساس. الطريقة التانية ان انا بستخدم اوبتيكال فايبر. اوبتيكال فايبر ده زي ما احنا عارفين بينقل الضوء من مكان لمكان، وحسب التغير في الاوبتيكال بروبرتيز بتاعة الميديوم اللي انا بطبق عليه الضوء من خلال الاوبتيكال فايبر، اقدر اعمل عملية تحليل طيفي سبكتروفوتوميتر، من خلالها اقدر اميز طبيعة الموليكيول بتاعتي. الطريقة الثالثة من خلال انديكيتور، ده بيبقى مؤشر، وده عبارة عن كيميكال ريجنت، ده مادة بتتفاعل كيميائيا مع المادة اللي أنا عاوز اختبرها، وبناء على قيمة التفاعل أقدر أميز نوع الموليكول بتاعتي. أنا بحط الريجنت ده على طرف الأوبتيكال فايبر، ومن خلاله أقدر أنا أميز شكل الماتيريال، بعمل لها ديتكشن من خلال درجة امتصاص الطيف اللي هي absorption spectrometry او fluorimetry، او مدى التأثر اللي بيحصل في الريجنت دوا، ان كان بيمتص جزء من الwavelengths وبيغير في الاوتبوت بتاعه. الفلورومتري زي ما عندنا في بعض الماتيريالز اللي هي بسلط عليها ضوء وتفضل تشع ضوء بشكل مختلف، ده المفهوم الفلورومتري.
عملية الديتكشن بتتم من خلال فوتو دايودز في معظم الحالات، ودي بتكون ليها حساسية لنطاق معين من التردد. وأنا من حيث التكنيك نفسه اللي أنا بستخدمه في معظم الأنظمة، إن أنا بيكون عندي 2 identical photodiodes، واحد بيكون فعال والتاني بيستخدم كreference، ومن خلال المقارنة ما بين الactive channel وما بين الreference بقدر أقوم بعملية التمييز. نشوف كده الأنواع المختلفة لهذه الطرق، أو نشوف الطرق المختلفة في السلايدز اللي جاية، اللي بتعتمد على قياس المركبات الكيميائية بتاعتي باستخدام الضوء. أول طريقة اللي هي الإيفانسنت ويف سبكترومتري، وهي عملية التحليل الطيفي للموجة المتضائلة اللي هي بتتغير. اللي بيحصل هنا إن أنا بيحصل بروباجيشن لللايت سورس، هو هنا مستخدم انفراريد سورس، وده ممثل بوان ويف لينس، وده بيمر داخل كلادينج أي داخل كسوة، وبحط أنا الكومباوندز بتاعتي مقاربة للسطح بتاع الكسوة بتاعتي، بحيث إن هي يبقى التأثير مباشر عليها من الموجة دي. بسيب انا جزء من الفايبرز بتاعتي انكلاد، يعني ما تبقاش متغطية، وتكون مباشرة كونتاكت مع السوليوشن بتاعي. الجزء الازرق ده يمثل الليكويد سامبل، والجزء ده يمثل الفايبر اللي بيمشي فيه الانفراريد سورس. عندي الجزء ده بيبقى مكشوف اللي بعرض الليكويد سامبل من خلاله، ومن خلال الانعكاسات المختلفة زي ما انا شايف هنا بيمر كذا مرة، بيحصل absorption بشكل كامل، او بيحصل فلوريسنس، او هي عملية الاشعاع نتيجة لتسليط هذه الويف عليه الانفراريد ويف. وبناء على الفاريابل اللي قدام، التغير اللي حصل في الليكويد سامبل، انا اقدر في النهاية من خلال قيمة الانعكاسات دي اقدر اعمل ديتكشن لايه الموليكولز اللي موجودة في الليكويد سامبل بتاعتي. الطريقة التانية اللي هي سيرفيس بلازمون ريزونانس، اللي بيحصل هنا ان الكسوة بتاعتي بتكون محوطة بميتاليزد لاير بطبقة معدنية، بتكون يا اما جولد او سيلفر، بتكون يا اما ذهب او فضة، ولما بيتم تسليط مونوكروماتيك لايت من ليزر، هنا مقصود بيها ضوء احادي يعني وان ويف لينس، بيحصل امتصاص للبلازما اللي هي موجودة، اللي هي تمثل الالكترونات اللي بتسبب التوصيل للمعدن. البلازمون لاير ده بتمتص الضوء، ويحصل ظاهرة الرنين اللي هي الريزونانس، ودي بتعتمد على حسب البولاريزيشن ستيت بتاعت الضوء المسلط والويف لينس والزاوية اللي انا بسلط بيها الضوء. باجي هنا بشوف الانعكاس اللي بيحصل، ومن خلال الريفراكتيف اندكس، قيمة معامل الانكسار اللي عندي، اقدر انا احدد او اعمل ديتكشن لطبيعة البيوموليكيول الموجودة عندي في القناة دي. دي الفكرة اللي بتعتمد عليها عملية او طريقة السيرفيس بلازمون ريزونانس. عندنا الطريقة الثالثة اللي هي ممثلة في الأوبتيكال فايبر سنسورز، الحساسات اللي أنا من خلال الأوبتيكال فايبر بشكل مباشر. أدي هنا مصدر الضوء بيكون داخل هذه القناة، بغطي أنا الطرف بتاع الأوبتيكال فايبر من خلال
الـ reagent membrane، وهذا الـ reagent membrane بيتفاعل مع طبيعة الضوء المسلط عليه، وبالتالي أنا أقدر أميز مجموعة الموليكولز الموجودة ملاصقة للريجنت ممبرين دي بشكل مباشر. أقدر أميز إن كان هيدروجين، أكسجين، كربون دايوكسيد أو جلوكوز أيا كان وضعه. عندي تطبيق من التطبيقات المهمة، إزاي أنا على سبيل المثال أقيس تشبع الدم بالأكسجين على سبيل المثال. عملية قياس تشبع الدم بالأكسجين أقدر أقيسها باستخدام تطبيق الأوبتيكال سنسور ميثودز، من خلال أنا قياس درجة اللوم نسبة لكمية الديوكسي هيموجلوبين والأوكسي هيموجلوبين. أنا عندي المادتين دول في الدم ودول بيبقوا متغيرين، أنا أقدر أميز درجة اللون طالما إن أنا محدد ال wavelengths بتوع ال two amounts of molecules سواء ال deoxyhemoglobin أو ال oxyhemoglobin. الأولاني بيبقى معروف، بيبقى عند 660 نانومتر، ده ال wavelengths، والتاني بيكون 805 نانو متر. أقدر أنا من خلال النسبة دي بتاعت الـ two wavelengths أقدر أحدد تشبع الأكسجين في الدم من خلال الريشيو ما بين الـ two absorption levels، من خلال مستوى الامتصاص ما بين الـ two compounds دول. بقيس أنا النسبة دي من خلال المعادلة دي، تشبع الأكسجين في الدم هو عبارة عن الـ constant A minus B، وده قيمهم بتعتمد على السنسور، ونسبة الwavelength لامدا مضروبة في لامدا 1 مضروبة في جاما، ولامدا 2 مضروبة في جاما. ف أقدر أنا بهذا الأسلوب أستخدم السنسور ده، بس بستخدمه في الأطراف اللي بيكون فيها الأوعية الدموية واضحة. على سبيل المثال عند الصابع في اليد، أو عند مثلا الأذن بيكون فيها البلاد فلو بتاعي، سريان الدم بيكون أقرب إلى السطح. ده في حالة لو أنا هستخدم نون انفيزيف سنسورز، ده بيبقى سنسور من غير ما بيخترق الجلد بتاعي، أو إن أنا بستخدم كاتترر، إن أنا بستخدم كاتترر بتدخل جوه الوريد أو الشريان. دي عبارة عن أنبوبة بتدخل جوه الوريد والشريان، ومن خلال السنسور، من خلال قياس الـ two wavelengths دول وآخد النسبة بتاعتهم، أقدر أقيس أنا تشبع الأكسجين بتاعي جوه الدم. النوع التاني اللي هو نون انفيزيف، ده بيسمى بالبلس اوكسيميترز، وده احنا قد بنشوفه على سبيل المثال في غرف العناية المركزة لما اكون بعمل متابعة بشكل مستمر للمريض.
النوع الثاني اللي هو النون انفيزيف سنسور ده بيقيس الابسوربشن كفانكشن في التايم، والعلاقه دي بتعتمد على حجم الدم داخل هذه السنسيتيف اريا، داخل هذه الاريا اللي انا بثبت عليها السنسور بتاعي، وبالتالي بتكون علاقه بتعتمد على البريشر، بتعتمد على الضغط، وبتعتمد على النبض. من خلال القيمتين دول انا اقدر اعمل نورماليزيشن واحدد الريشيو على هذا الاساس عشان اقدر اطلع سيجنال ستيبل يعتمد على دواء الجهاز المقصود اللي بيقيس درجة التشبع. عبارة عن حاجة زي المشبك كده، بحط فيها انا الطرف بتاعي اللي بقيس من خلاله، وبيبقى عندي تو سنسورز، واحد بستخدمه كريفرنس زي ما قلنا، والتاني ده اللي انا بعمل بيه القياس، ومن خلال النسبة ومن خلال القيم التانية بقدر احدد انا نسبة التشبع من المعادلة اللي فاتت. الموضوع التالي خاص بالالكترودز. الالكترودز دي بتمثل الاطراف الكهربية اللي بتنقل اشارة من خلال الكائن الحي او الليفل اورجانيزم بتاعي، وطبيعة الإشارة اللي أنا بنقلها ممكن تكون دي سي أو تكون متغيرة. في الجدول ده عندي مجموعة من الأمثلة لعدة إشارات مختلفة زي الإلكتروكارديوجرام، ده اللي أنا بقيس بيه أداء القلب من خلال سطح أو من خلال الجسم من الخارج، باخد مجموعة إشارات ومن خلالها بعرف أنا أشوف البرفورمانس بتاع الهارت. على سبيل المثال آخر من الحاجات المعروفة هنا الإلكترو انسفالوجرام، ده الـ EEG اللي هو بيقيس أداء المخ على سبيل المثال. في النهاية أنا بستخدم هنا عدة إلكترودز، دي عبارة عن أطراف كهربية باخد على طول إشارة بشكل مباشر على أساس أشوف الأداء، أو إن أنا بعمل تحليل بعد كده بروسيسنج بحيث إن أميز حالة معينة أو كده. عملية الأسلوب اللي أنا بقيس بيه الإشارة من الجسم الكائن الحي اللي هو الإنسان عندي ده بيعتمد على الأيونز اللي هي تمثل بالنسبة لي الكارير للتشار، تمثل بالنسبة لي الحامل للشحنة. فإن أنا عشان آخد إشارة بايو إلكتريك يبقى أنا هنا في الآخر بحول الأيونيك كارنت لإلكتريك كارنت، هذا الإلكتريك كارنت هو ده اللي بيمشي في الأطراف السلك عندي، وبعد كده الإلكتريك كوندكتور دوا أقدر أستخدم من خلال الإلكتريك كارنت على طول أعمل عملية التحليل بتاعتي في الخطوة التالية. بس هنا عاوزين نقول عملية إن أنا أحول من أيونيك كارنت لإلكتريك كارنت ده بيتم إزاي؟ ده ان انا بحط الاطراف في ايونيك او الكترولايت سوليوشن في خلال محلول موصل كهربيا في الجسم، او ان انا استخدم هذا المحلول كوسيط ما بين الجسم والالكترود بتاعي علشان انقل او احول من الايونيك كارنت للالكتريك كارنت. في حالة عدم سريان اي تيار ما بين الالكترود والأورجانيزم ده يسمى بحاجز، او بسميه بهاف سيل بوتنشال، ده بيمثل بحاجز، وده بيحصل لما بيحصل عملية بولاريزيشن حوالين الطرف اللي انا بقرا بيه الاشارة بتاعتي. الطرف اللي انا باخد منه الاشارة اللي هو يمثل بالالكترود بتاعي بيحصل له بولاريزيشن، ده للأسف ما بينقلش اشارة في الحالة دي،
وبيقلل السنسيتيفيتي، بيقلل الحساسية بتاعة الإلكترود، وده بيحصل في بعض معادن بتسبب البولاريزيشن، ولهذا يتم تجنب هذه نوعية الإلكترودز في البيوميديكال ميجرمنتس، نظرا لأن السنسيتيفيتي بتاعتها بتكون ضعيفة بسبب حدوث ما يسمى بالهاف سيل بوتنشال أو البولاريزيشن. من الأمثلة الجيدة للمعادن المستخدمة زي السيلفر سيرفر كلورايد، ده مثال جيد للنون بولاريزابل الكترود، وده بيكون مناسب تماما في التطبيقات بتاعتنا، وده يتميز ان هو بيعمل توصيل حتى للو فريكوانسي اند دي سي سيجنالز. البادي سيرفيس بوتنشال الكترودز قديما من الصورة دي زي ما احنا شايفين، عشان اعمل اي سي جي اشوف اداء القلب، فانا باخد اشارة من الدراع وباخد اشارة من القدم. هنا قديما قبل ما يبقى فيه الالكترودز الحديثة اللي بنشوفها حاليا، كان بيتم وضع القدم في اناء من السلعين اللي هو محلول ملحي، كذلك اليد، وطرف هذا الاناء بيبقى فيه السلك اللي بينقل الالكترونز، وبناء على قيمة التيار الكهربي اللي انا بقيسه اللي جاي من هذا الالكترود بتاعي اللي هو من القدم والالكترود الاخر من اليد، اقدر اعمل اناليسز واشوف واقيس قياس القلب من خلال هذه الماشينز اللي انا شايفها. مع التطور اتعمل ميتال بليت الكترودز، ده بيكون الطرف هنا من المعدن، وبيتم توصيل الليد واير على طول من أطراف التوصيل اللي أنا شايفها. أما الجزء الملاصق للجلد، هنا بيتم وضع فيلم رفيع، طبقة رفيعة جدا من الإلكترويد جل اللي هي بتقوم بتحويل الأيونيك كارنت للإلكتريك كارنت بتاعي. ودي نموذج للبروبس، ده هنا عندي ساكشن قلب، بملأ أنا الجزء ده بالإلكترويد جل وبحط وبثبت الجزء ده على البشرة بتاعة المريض. أقدر أنا من خلال هذه الأشكال المختلفة، الكونستراكشن المختلفة، أعمل دياجنوزز للإي سي جي أو الإي جي اللي هي التسجيلات الناتجة عن قياس أداء القلب، بالإضافة للإي جي المخ على سبيل المثال. زي ما قلنا الأطراف الإلكترودز دي عبارة عن سيلفر سيرفال كلورايد، وحديثا بدل هذه الأطراف من باب التيسير تم استخدام زي باتشز كده بيتم لزقها، ودي تتميز إن هي مش محتاجة عملية تنظيف، وبيتم التخلص منها واستبدالها بشكل سريع، ودي بتكون عملية أكتر وأكثر توفيرا. هنا نوعية الكترودز بتبقى لونج تيرم يوز، دي بتبقى مش للاختبارات المؤقتة، لا دي بتكون ثابتة لعملية عنده حالة مزمنة ومحتاج أعمل عملية قياس بشكل مستمر لإشارة كهربائية. فده بيبقى عندي هنا طبيعة التصميم عبارة عن الإلكترود في حد ذاته بيبقى أشبه بالكابفول، بيبقى زي الكوباية، الكوباية دي أنا بعبيها بالجل، وبيكون عندي المعدن اللي باخد منه الإشارة الكهربية بيكون في داخل هذا الكوب في العمق بتاعها، ودي بتتميز إن أنا من خلال هذا التصميم إن بتكون ستيبل على الجلد، ما بتنزلقش من نفسها، بقدر انا اثبتها بشكل جيد. الالكترودز فور انترنال يوز دي بتتميز او في بعض التطبيقات انا محتاج اخد اشارة من الداخل نفسه، على سبيل المثال اشارة من تحت الجلد من النسيج العضلي نفسه،
ففي الحالة دي أنا بستخدم الإلكترود ده، بيبقى زي إبرة، الإبرة دي بتنزلق داخل النسيج العضلي، وفي الحالة دي ما بحتاجش جل، في الحالة دي ما بحتاجش الإلكترولايت جل، بديلا عنه بيبقى الإلكترولايت سوليوشن اللي جوه الجسم الكائن نفسه، ده هو اللي بيتم استخدامه في عملية تحويل الإشارة. هنا مثال على سبيل المثال، لما أكون أنا عاوز أقيس الانقباض في جهاز تنظيم ضربات القلب، فبيبقى بحط حاجة زي سلك أشبه بالسلك الشائك هنا، البارب دي بوصلها بالعضلة وباخد الإشارة بهذا الأسلوب من داخل الغرفة اللي في القلب أو الوريد. في بعض العمليات اللي هي التعويضية على سبيل المثال، زرع القوقعة في الأذن أو الشبكية، بحتاج أنا إلكترودز شبيهة بهذا الشكل، عبارة عن أري منظومة من الإبر، ودي متصممة بهذا الأسلوب بحيث إن أنا أقدر أعمل لها أتاشمنت بسهولة. بكده عرضنا كل مجموعة السنسورز اللي هي مرتبطة ارتباط، أو أقدر أقول عليها تطبيق، ما بين الجزء الخاص بالميكاترونكس في البيولوجي أو البايوميكاترونكس. وبشكركم وإلى اللقاء المحاضرة القادمة.